السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات في كل مكان وفي كل زمان. أنا النهاردة هتكلم عن بعض المحاضرات الغريبة التي ألقيتها ما بين 2011 و2013 في مدن مختلفة في مصر أو في جدة أو في بنغازي. أحد هذه المحاضرات اسمها من غير جزمة ومن غير شراب، من غير جزمة ومن غير شراب. كانت أولها في أعتقد في إبريل عام 2011 في مدينة بنغازي، لما طلعت على منصة في ورشة عمل وقلعت الجزمة وقلعت الشراب وقلت لهم تفسيركم لهذا إيه؟ الناس يعني صعقوا. نفس الموضوع ده كان في 2012 و2013 في القاهرة ما بين محاضرة مع بعض الأخوات الخليجيات من النساء، اللي أنا كنت لابس هناك شيك طبعا عشان المستوى بتاع الناس اللي هناك، ولعت البوت اللي انا كنت لابسه ولعت الشراب وقلت لهم انا بقلع الجزمه والشراب ليه. نفس الامر ده عملته في مدينه اسمها دمنهور في جنب الاسكندريه في مصر في مكتبه اسمها مكتبه مبارك، وبرضك قلعت الجزمه ولعت الشراب، وكان معانا اللي هو سعاده اللواء اللي هو مسؤول المكتبه وكذا وكذا وكذا، وكان الجمع من الشباب غير عادي فوق وتحت. نفس هذا الأمر عملته في 2014 مع منظمة التعاون الإسلامي في جدة مع إدارة الشؤون الإنسانية، وجمع لي سعادة السفير عطاء المنان كل الموظفين اللي مشغلين في منظمة التعاون الإسلامي في قسم إيه اللي هي إدارة الشؤون الإنسانية، قلعت الجزمة وقلعت الشراب. فالناس استغربوا، اللي يقول لك أنت بتقلعها عشان في مسمار في الجزمة، واللي يقول لك عشان الجزمة ضيقة، واللي يقول لك مش عارف إيه وإيه وإيه، حاجات كتيرة جدا جدا جدا. كانت الرسالة الواضحة مني أنا إن نعل الجزمة ده حاجز والشراب حاجز، حاجز عن إيه؟ حاجز عن قاع المجتمع، فمن يعمل منا داخل مجتمعات فلا بد أن لا يكون بينه وبين قاع المجتمع أي حاجز، يتألم بألمهم ويشعر بأحلامهم وأملهم ليحقق رؤاهم اللي هم عايزين يعملوه. وده الجزء اللي احنا بنتكلم فيه، القرب والدنو من ايه؟ من كل جائحة تصيب المجتمع، وكل مصاب، وكل يتيم، وكل أرملة، وكل يعني أصحاب العوز وأصحاب الحاجات وأصحاب الفاقات وكل أصحاب الكبوات والعثرات. فلا بد أن لا يكون بيننا وبين قاع المجتمع شيء. تخيل بقى ان انا لابس جزمة وماشي في وسط الصخر، مش هحس بالصخر، او ماشي في وسط المايه مش هحس بالمايه، او ماشي في وسط الثلج مش هحس بالثلج. لكن لو انا بقى ماشي حافي من غير كل هذه الاشياء، وده اللي انا بقول عليه كون قريبا جدا ولصيقا بالحاجه واهل الحاجه واهل العوض، دي الرساله اللي احنا بنقولها للشباب. لذلك محاضره الجزمه من غير جزمه ومن غير شراب دي هي المحاضره اللي انا كررتها في 4 أو 5 مدن في 3 دول مختلفه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.